هنقول بسرعة كده كان في بقينا جزء بسيط كده اللي احنا بنسميه الانتستينال ايفاكتس اللي هو اظن موجود في الكتاب كده صفحة مش عارف 200 وكام 267 العنوان الكبير بقى اللي بنتكلم فيه حاجة اسمها الانتستينال ايفاكتس دي مقصود بيها دراجز ذات ايفاكيويت دايركتر فروم ستول مش كده واضح من الاسم يعني انها ادوية بتتاخد عشان تفضي الريكتر ايا كان بقى السبب عايز عندي كونستيبيشن او اسباب تانيه هنسمعها ان شاء الله دلوقتي. اهم حاجه في الموضوع ده هي التقسيمه، يعني لو اخدنا بالنا من تقسيمه الكلام هتبقى الدنيا سهله شويه. الانتستاينال ايفاكتس بيتقسموا الى ثلاث مجموعات. المجموعه الكبيره والمهمه اسمها البيرجاتيفز او يسموها احيانا اللي بيستخدموا منهم يسموهم لاكساتيفز المليلات. وفي مجموعه ما فيهاش غير دواء واحد اللي هو يقول عليه جليسرين سابوزيتوري. كلكم سمعوا عن لبوس الجليسرين ده في علاج الامساك سواء في الاطفال او في الكبار. فكره الجليسرين باختصار شديد جدا لما بحط لبوس الجليسرين ده في الريكتر بعمل بيه حاجتين. بعمل بيه حاجه اسمها لوبريكيشن او سورتنج اوف ستولز بيعمل نوع كده من معلش النهارده في يعني ايحاءات مش لطيفه بقى كونستيبيشن وضيارية وكلام مش لطيف على الصبح بس هو بيعمل حاجه اسمها لوبريكيشن او سورتنج اوف ستولز زي ما يكون كده بالبلدي قوي بيزيد. بيعمل بيشحم المكان فبيعمل نوع من السهوله في التخلص من الهارد ستولز. النقطه الثانيه في الجليسرين سابوزيتوري ان هو ايريتانت. وفكره الاريتيشن دي بتاعي واضحه قوي لما اعمل اريتيشن على الجلوكوزا بتاعت الريكتم او الجي اي تي ان جنرال بيحصل وراها ريفلكس بيرستنسز فيبقى في فرصه ان انا اعمل ايفاكيويشن اوف ستولز. وده زي ما قلت لكم كده مناسب لكل الاعمار كبار واطفال وكل حاجه وبيحل مشكله الكونستيبيشن بسرعه. النوع الثالث من الانتستينال ايفاكوانس اسمه ايفاكوانت انما بيسموه كلينسينج انما. وهفكركم كده احنا سمعنا في اول السنه خالص في العمل واحنا بنتكلم على روتس اوف دراج ادمنستريشن والدوزج فورم اوف دراجز سمعنا ان في ادويه بتتاخد في الريكتوم صح؟ كان من ضمنها السابوزيتوري وكان من ضمنها الانما وكان في نوعين من الانما. اخدتوا بالكلام ده في العملي اول سنه كان في نوع يقول عليه ايفاكوانت انما اللي هو ده او يقول عليه كلينسينج اللي بينضف بقى من الستولز ونوع تاني يقول عليه ريتنشن. ريتنشن ده مقصود بيه ان انا بدي دواء. بدي دواء تخدير، بدي كورتيكوستيرويد، بدي دواء عشان يعالج المنثس، بدي حاجه اسمها مغنيسيوم سلفيت، المهم ان هو ده شكل دوائي. عايز اقول الدواء يعمل شغل از ادرانك. لكن الجزء بتاع الايفاكيوانت انما ده بعالج بيه بقى كونستيبيشن وبعمل بيه الشغل اللي انا عايزه النهارده. برضه هبقى افكركم كده في الاخر ان شاء الله الفروق المشهوره ما بين الايفاكيوانت انما الريتنشن فاكرين؟ يعني الفوليوم بتاع مين يبقى اكبر؟ ايفاكيوانت يعني فكرتي ايه في الايفاكيوانت ايفاكيوانت دي؟ عايز اعمل ستريتش عشان يحصل وراه ريفلكس فبدي لارج فوليوم اوف فلويدز ودايما يقول لك اندر هاي هيد بريشر يعني بيبقى دايما المستوى بتاع الانما عالي شويه عن العيان عشان لما ينزل مع الجاذبيه كده يعمل نوع من السابن ديستنشن فيحصل وراها بريستاتس وبيبقى دايما ماده ايريتن شويه يعني حتى في ناس بتستعمل وفي دلوقتي حقن شرجيه جاهزه لكن كانوا زمان يعملوا ميه بصابون فكره صح الصابون ده يعمل نوع من الاريتيشن يبقى انت عندك ستريتش وعندك كيميكال اريتيشن يبقى ده بالنسبه للثلاث انواع بتوع الانتستينال ايفاكتس النهارده ان شاء الله بسرعه كده نتكلم على موضوع البيرجاتيفز هو بالمناسبه عاده بيجي ام سي كيو ويمكن تتسال في الشفوي انا ما حضرتش في طول الفتره اللي اشتغلت قسم الفرن سؤال ريتن عن البرلين ممكن احضر السنه دي لكن هو المفروض ان الموضوع ده هيبقى ام سي كيو هتلاقي فيه عليه اسئله ان شاء الله احنا بنحل مع بعض وممكن بقى في الاورال على فكره في ناس في الاورال بتحب تسال في الحاجات الكومن قوي وانت بتبقى مستغرب يعني انت بتذاكر كل حاجه بقى بيتا بلوكرز وديجيتاليس ومش عارف داخل بقى وتفاجئك ان هو بيقول لك ازاي تعالج امساك او ازاي تعالج اسهال او ازاي تعالج مغص او يعني الحاجات اللي هي الكومن ميديكال بروبلمز يعني فدايما في الشفوي كده ان شاء الله اتوقع الحاجات اللي فيها ليها علاقه بالكلينيكال ابلكيشن. الجزء بتاع البيرجاتيفز بقى واللاكسيتيفز بيتقسم لمجموعتين. هو زي معلش قبل ما انسى كتاب القسم كده قايل لك ان البيرجاتيفز دراجز بتتاخد اورال تو ايفاكيويت ذا باور. كويس؟ يعني انا المجموعه دي كلها ادويه بتتاخد اورال والهدف منها ان انا افضي الريكتم زي ما قلنا بالستولز. في بعضها بيبقى مايلد مايلد ده يقول عليه لاكسيتيف وده بيخلي العيان يفضي الكورن بس الستولز ار ويل فورمد يعني شكل الستولز ما اتغيرش ما بقتش ميه. وفي نوع تاني هو يقول عليه البوتنت او السبير ده يقول عليه كلمه اسمها كاثارتكس ما بقوش موجودين في الطب
المجموعه اللي بتشتغل بوتنت بيرجاتيفز يسموها كاثارتكس ما عادتش موجوده ولا في ان شاء الله بعد شويه عيوبها ايه ودي كانت بتعمل شكل من الاشكال اللي هو يقول عليه بوتري ستولز او النون فورمال ستولز شكل الستولز بقى عباره عن سائل او ميه. الجزء ده بقى بيتقسم لمجموعتين كبار مجموعه اسمها الفيزيكال ومجموعه اسمها الايريتنت. الفيزيكال بتتقسم على حسب طريقه شغلها لحاجه اسمها البلك وحاجه بنسميها اللوبريكانت وحاجه بنسميها السيرفاكتنت او السيرفس اكتيف. البلك واضح من اسمها كده الفكره بتاعتها ايه؟ يعني كلمه البلك الهدف منها هيبقى ايه؟ ان انا اعمل بلك مش كده؟ ان انا ازود الفوليوم بتاع الكونتنس اوف ذا جي اي تي وده يعمل ستريتش على الوول بتاع الجي اي تي سواء سمول انتستن او لارج انتستن او الاثنين ويحصل وراها ريفلكس بريستاسس. يبقى الفكره سهله قوي معتمده على بلك. الفكره الثانيه لوبريكانت. فاكرين لما قلنا جلسين سبوزيتوري؟ نفس الفكره انا عايز اعمل عمليه تشحيم او تزييد للهارد فيكال ماس وللميوكوزا بتاعت الانتستن بحيث ان انا اعمل سهوله في التخلص من الهارد ستونز. عندنا هنا مثلا مشهور جدا في الام سي كيو اسمه ليكويد بارافين او يسموه البارافين اويل زيت البارافين كده بالعربي. وعندنا دواء ثالث اسمه السيرفكتنت او يقولوا عليه ديترجنت او يقولوا عليه سيرفس اكتيف. الفكره اللي فيه ايه؟ انت عندك هارد فيكال ماس الدواء ده بيقلل السيرفس تنشن بتاعه فيبدا يحصل بنتريشن اوف ووتر فتبدا الهارد ستولز دي تتكسر ويبقى سهل انك انت تعمل لها ايفاكيويشن. فهمت الفكره؟ يبقى في عندنا حاجه بتعمل بلك فكره سهله قوي في حاجه بتعمل لوبريكيشن او سوفتنج للستولز وفي حاجه بتعمل سيرفكتن ده مقصود بيه انها تقلل السيرفس تنشن اوف ذا هارد فيكال ماس وتسمح ان يحصل ووتر بنتريشن وبالتالي اقدر اتخلص من الماس دي ما بقتش كتله على بعضها بقت متفرده. النوع الثاني بقى اللي بنسميه ايريتنت. كتاب القسم بنسميه ايريتنت بس لكن في كتب بتسميه كيميكال يعني ده فيزيكال وده كيميكال وفي كتب بتسميه ستيمولنت. الفكره برضه نفس فكره الجلسرين ان انا بدي ماده كيميائيه بتعمل ريتيشن على الميوكس ميمبرين بتاع الانتستن فيحصل وراها ريفلكس بيرستاسس. دي بنرجع نقسمها الى مايلد مجموعة بتشتغل مايلد هنسمع عن دواء أو زيت اسمه الكاستر أويل. بالظبط يقول عليه بالعربي زيت الخروع. ده جاي من النبات يقول عليه فيكسد بلانت أويل. وفي حاجة اسمها مودريت هنسمع فيها إن شاء الله ثلاث أسامي. حاجة اسمها الأنثراسين ديريفاتيفز وحاجة بنسميها الفينول فتالين سمعتوا عنه ده في البايو سمغلي فينول فتالين وحاجة شبه الفينول فتالين اسمها البيس أكولار. يبقى دي بقى بالنسبة لنا كده إن شاء الله التقسيمة. تعالى بقى نبص بسرعه كده على اول مجموعه اللي هو يقول عليها الفيزيكال بيرجاتيفز. واتفقنا ان الفيزيكال نفسها يا اما بلك يا اما لوبريكانت يا اما سيرفس اكتف. البلك تحتها خمس ادويه. كلمه بلك دي معناها ان انا اقدر ازود البلك او الفوليوم اوف ذا جي اي تي كونتنتس بخمس ادويه. الدواء الاولاني مش دواء قوي ولا معتمد على الاكل. الاكل اللي فيه حاجات بنسميها اندايجستد فايبرز. الخضار اللي ما بيتغذبش وحاجه بنسميها البراند. سمعت البراند قبل كده؟ البراند اللي هو الرد بتاع العيش البلدي. احنا شرحنا مره في جي اي تي حاجه اسمها المانجمنت اوف اوبيستي وهي اتلغت الحقيقه بس كانت الرد ده كان ليه ميزه حلوه قوي ان هو بيعمل بلك في الاستومك فبيدي شعور بالشبع. زي ما بيعمل كده في الاستومك بيعمل كده في السمول انتستين واللارج انتستين. فيدي نوع من الفوليوم العالي فيحصل ستريتش وراه وريفلكس بريستاسس. ودي طريقه مضمونه قوي ان انا اعمل بيها الفيزيكال او ما يسمى بالبلك افكت. الحاجه الثانيه بيفاين سليلوز وطبعا ده موجود في الخضار في الالياف لكن في منه دواء. يمكن تلاقي مكتوب عندنا في الكتاب كده مكتوب بيفاين سليلوز وجنبه هيدروفيليك جرانيولز بيبقى عباره عن زي حبيبات صغيره كده العيال بيبلعها وهي بتحب الميه فتجمع ميه وتعمل بلك ويحصل ورا البلك ده ريفلكس بريستاسس. الثالث كلام فارغ برضه شويه حاجه اسمها البلانتاجو سيدز وحاجه اسمها الاجار. الاجار انتوا عارفينه من ال طيب البلانتاجو سيدز دي عباره عن بذور نباتيه لما العيان بياخدها بتجمع ميه فتعمل بلك فتعمل ستريتش فتعمل بريستاسس. مره حد بقى من الناس يعني زنقني بقى قال ايه البلانتاجو سيدز دي؟ انا ما اعرفش البلانتاجو سيدز دي يعني ايه بالعربي ما اعرفش بالعربي والله. رحت دورت عليها لقيت مكتوب في الاسامي بتاعت النباتات حاجه اسمها بذور لسان الحمل. يعني الحمل خروف الصغار طب ده مش كده؟
عنده لسان، واللسان بتاعه الظاهر ان هو عادي فيه محبب كده شويه، ففي نبات شبهه فسموا النبات الكانتالوسيد اللي هو مش عارف ايه، ما فرقتش معاه حاجه، بس يعني هو انت عرفت بقى ان هو ده بلانت سيدز وبتتبلها عشان تعمل بلك وتعمل ريفلكس. اللي يهمني بقى في المذاكره ان شاء الله، سيبك من الكلام اي كلام الثلاثه اللي فاتوا دول، اللي يهمني في المذاكره قوي عشان اسئله الام سي كيو السلاين البرجاتيف، او يقول عليه اوزماتيك برجاتيف. سلاين او الاوزماتيك برجاتيف عندنا مثل مشهور جدا ده بنسميه مغنيزيوم سلفيت. قبل ما نتكلم عليه هقول لك ذكريات كده من ايام الجنرال فارماكولوجي. كان في عنوان كده في الكتاب اسمه فاكتورز افكتنج ذا دوز اند اكشن اوف دراجز، صح؟ كان من ضمن الفاكتورز افكتنج الاكشن بتاع الدراج ذا روت اوف دراج ادمنستريشن. وكان بيقول لك ان في ادويه هيختلف الاكشن بتاعها على حسب الروت. وكان المثال اللي قدامنا هو الدواء ده. المغنيسيوم سلفيت افتكروا بقى ان هو لما بيتاخد اورال بجرعه صغيره بيعمل حاجه اسمها كولا جوك اكشن. عارف معناها؟ لو بلعت مغنيسيوم سلفيت بسمول دوز يعمل ستيميليشن للجول بلادر كونتراكشن. هو بيقال انه بيطلع هرمون اسمه كوليسيستوكاين وده يخلي الجول بلادر تنقبض وتنزل باي بتاعها في الانتستين. لو اتاخد بجرعه كبيره شويه اورال اشتغل بقى اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو بيقول عليه اوزماتيك او سلاين بيرجاتيف. يعمل ايه بقى بالاسم كده؟ اوزماتيك بيرجاتيف. هيتبلع ومش هيمتص. مش كده؟ وبعدين؟ اوزماتيك فيبدا يحوش ميه ولما يجمع ميه يعمل بلك والبلك يعمل ستريتش والستريتش يعمل وراه ريفلكس بريستنسز. فاكرين فكره الاوزماتيك دايوريتكس؟ هي نفس الحكايه بس التاني كان بيعدي في النفرون بتاع الكدني ولا يمتص تاني نوتري ابزوربت ويسحب وراه الميه والالكترولايتس عشان ينزل شويه ميه زياده. نفس الفكره بالظبط. يبقى انا بتكلم هنا على السلاين بيرجاتيف اللي هو المغنيسيوم سلفيت. عرفنا لو اتاخد اورال جرعه صغيره كولاجوك، جرعه كبيره شويه ده اللي يهمك بقى يشتغل كسلاين او اوزماتيك بيرجاتيف. لو اتاخد ريتال اللي احنا بنسميها ريتنشن انيما ده يشتغل كدي هايدريتنج ايجنت. ياخدوه في الناس اللي عندهم اي انترفينال بريشر عالي او اي مشكله عايز تخلص شويه ميه كده، الدواء ده يشتغل از دي هايدريتنج ايجنت. لو اتاخد اي في انفيوجن اشتغل كانتي كونفلسنت، يعني الناس اللي عندهم مشاكل في السي ان اس اكتيفيتي عاليه ايا كان سبب التشنجات. يبقى احنا بس هنركز النهارده على المغنيسيوم سلفيت، على فكره يسموه بالعربي شربه الملح. وفي اقوال اخرى يسموه الملح الانجليزي لان غالبا هو دخل مصر ايام الانجليز ما كانوا في مصر. فكان يقول عليه الملح الانجليزي. اعرف بقى النقط الاتيه فيه كبيرجاتيف، هو بيشتغل بسرعه. بيشتغل من 1 تو 3 اورز. من ساعه لثلاث ساعات والدواء ده كل فكرته زي ما اتفقنا كده بلك ولازم يتاخد على معده فاضيه عشان يعمل اوزماتيك اكشن. لازم يكون اون ايم في ستومك عشان يعمل الافكت بتاعه از ان اوزماتيك بيرجاتيف. السؤال بقى المنطقي، الدواء ده هيفضي الريكتا من الستولز خلال ساعه. اخد شربه الملح دي الصبح ولا اخدها قبل ما انام بالليل؟ الصبح. مش كده؟ الدواء اللي هيشتغل النهارده بقى كفيرجاتيف اللي هيشتغل بسرعه ساعه ساعتين ثلاثه يتاخد ان ذا مورنينج. الدواء اللي هيشتغل بعد 8 ساعات 10 ساعات او اكثر يتاخد بالليل، صح؟ ليه؟ لو اخدت الصبح قبل ما يجي يشتغل بالليل هكون طول الليل في حمام، مش كده؟ ولو اخدت الشورت اكتنج بالليل نفس القصه، هقعد طول الليل في الحمام. فلازم اخد اعمل حساب الدواء ده هل هو بيشتغل رابد ولا ديلي كونس. يبقى اللي بيشتغل على فكره بدري قليلين، ده واحد منهم. يبقى ده بيتاخد الصبح عشان يعمل ايفاكيويشن، وده حلو قوي بقى في حاجه يسموها اكيوت كونستيبيشن، او عايز تفضي الكولون بسرعه. عايز تدخل عيان مناظير، عايز تدخله اوضه العمليات، اي حاجه من دي المغنيسيوم سلفيت ده دواء كويسه. ده بالنسبه للكلمتين بتوع السلاين بيرجاتيفز. اللاكتيولوز خلي بالك منه، عليه كلام في الام سي كيو كتير. هو عباره عن سينثيتيك دايساكارايد، عباره عن مركب فيه جلاكتوز وفركتوز. لما بيتاخد اورال للمره المليون كل الفكره اللي فيه اوزماتيك اكشن، كويس؟ هيبتدي يجمع ميه ويزود البلك وريفلكس بريستنسز. اهم من كده بقى في الدواء ده اللاكتيولوز ده ان هو في اللارج انتستن او في الكولون البكتيريا بتحوله لمركبين. البكتيريا الفلورا بتعمل سبليت للاكتيولوز الى مركبين. مركب ما يهمناش خالص، انا المركب اللي يهمني بقى الاساسي اسمه لاكتيك اسيد. يبقى لاكتيولوز ده ليه وظيفتين، انه يعمل بيرجاتيف افكت
والوظيفه الثانيه انه بيتحول للاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد بيخلي الميديوم بتاع الكولون اسيدك، ده بيعمل سوفتنج اوف ستولز. مش ده المهم، المهم ان هو بيموت البكتيريا المسؤوله عن تصنيع الامونيا، يسموها البروتوليتيك بكتيريا او يسموها الامونيا بروديوسينج بكتيريا. انتوا عارفين الامونيا طبعا مش كده؟ الامونيا بتتكون هي جوه الريكتوم او جوه الكولون شغل البكتيريا، بتروح مع البلط على الليفر. لو الليفر سليم يحولها الى يوريا، ولو الكيدني سليمه يوريا هتنزل مش كده؟ الناس بقى اللي عندهم هيباتيك انكفالوباثي، الناس اللي عندهم ليفر فيجر، مشكلتهم دايما الامونيا، لان البكتيريا بتصنع امونيا في الجي اي تي وبتروح على الليفر، والليفر مش قادر يحول الامونيا الى يوريا، فتبدا الامونيا تعلى وتوصل للبرين وتعمل حاجه كلكم عارفينها اسمها الامونيا انكفالوباثي. العيان ده علاجه ايه بقى؟ طبعا بنعمل له حقن شرجيه كتير ان شاء الله في البطن هتعرفه، بس ياخد لاكتيولوز. فكره اللاكتيولوز مش عشان بيرجاتيف، فكرته ان هو هيتحول للاكتيك اسيد، واللاكتيك اسيد هيقلل البكتيريا اللي بتصنع الامونيا في الجي اي تي. ده استعمال في منتهى الاهميه، والدواء المميز قوي ان هو بيتاخد في ناس الكبار اللي عندهم مشاكل كونستيبيشن مزمن ما فيهوش مشاكل. العيان ده كده مش عرضه لاكتيك اسيد؟ لا خالص خالص، هو كل الفكره ان احنا بنحاول طبعا لو كان حصل اي في يعني عنده مليون مره مشكله ثانيه غير ده بنعالجه، لكن اقصد فكره اللاكتيولوز هنا از تو سبريس ذا امونيا بروديوسينج بكتيريا. ده بالنسبه للاستعمالات. بيدوا معانا فكره دواء اسمه نيوايسين، هنسمعه ان شاء الله بقى في الانتي بايوتكس. يبقى دي المجموعه الاولى اللي بنسميها مجموعه الفيزيكال او بالتحديد البلك بيرجاتيفز، صح؟ الدواء الثاني اللي هو المجموعه اللي بيسموها لوبريكانت بيرجاتيفز، ما عندناش غير مثال واحد، دواء بنسميه ليكويد بارافين او بنسميه البارافين اويل. البارافين اويل ده سينتاتيك اويل، ما هوش تاني من النباتات، بيسموه سينتاتيك مينرال اويل، بيتاخد اورلي وبيعمل لوبريكيشن، بيعمل سوفتنينج اوف ذا هارت فيكال ماس وسوفتنينج اوف ذا ميوكوزا اوف ذا جي اي تي، فبيخلي عمليه مفيش فريكشن قوي ما بين الهارت ستونز وما بين الميوكوزا، فسهل التخلص من الستونز. الدواء ده بيشتغل متاخر، بيشتغل بعد فتره طويله 8 ساعات 10 ساعات، فيتاخد بالليل قبل ما العيان ينام. اكثر اسئله بتيجي في الجزء ده هي الديس ادفانتجز اوف ليكويد بارفين، يعني تتذاكر كويس قوي عشان اسئله الام سي كيو عشان الشفوي. الليكويد بارفين مليان عيوب الحقيقه. العيب الاول فيه انك انت بتشرب العيان زيت. فيري باد كونسستنسي، يعني شعور سخيف جدا وانت بتشرب حاجه مزيته كده. فيتخلط بقى مع شويه لبن مع عصير عشان تقلل بس الباد كونسستنسي. العيب الثاني اللي فيه بيقلل امتصاص الفات سوليبل فيتامينز. الاي والدي والاي والكي. اكتر مشاكل هتحصل لما يقل الدي. لما يقل الفيتامين دي ابزوربشن معناها انك انت دخلت بشويه فيتامين دي ديفيشنسي، بقى عندك مشكله في كالسيفيكيشن اوف بون اند تيث. طبعا الكلام ده على المدى البعيد. المشكله الثانيه يمكن سمعناها واحنا بنتكلم على البلاد. الدواء ده هيقلل الفيتامين كي ابزوربشن. لوحده كده ما يعملش مشكله قوي، لكن لو انت بتاخد اورال انتي كوجولانت، بتاخد ورفرين. الورفرين ده بيشتغل ازاي؟ انتي فيتامين كي مش كده؟ يبقى انت ساعتها لو بتاخد ورفرين ومدي دواء زي ليكويد بارافين بتقوي شغل الورفرين، صح؟ فبتعمل هايبوبرثرومبينيميا قد تؤدي الى بليدنج. يبقى دي من الدراج انتراكشنز المشهوره قوي مع ليكويد بارافين، انه بيقلل امتصاص الفات سوليبل، ان دي خلاص عرفناها، والكي مشكلته ان هو يزود الاكشن بتاع الورفرين. المشكله الثالثه بيقلل امتصاص اذر دراجز. ويمكن اشهر دواء موصوف معاه ان هو بيقل امتصاصه الاورال كونتراسيبتيفز، الاقراص بتاعت منع الحمل. تخيل واحده ست كده بتاخد اقراص منع الحمل وعندها باستمرار امساك، فبتاخد ليكويد بارافين، ايه الكومبليكيشن اللي هيحصل لها؟ يعني بالظبط هتبقى حامل. يعني المشكله كلها ان الاورال كونتراسيبتيفز ويل نوت بي ابزوربت، وبالتالي ممكن يحصل بريجنسي في اي وقت. يبقى دي من العيوب المشهوره بتاعت الليكويد بارافين. العيب اللي بعد كده بقى ان هو لو حصل له هو المفروض انه لا يمتص، بس ساعات بيحصل منه ليكج اوتسايد ذا انس، يتسرب كده حوالين الانس ويعمل مشاكل كتير قوي، يعمل هرش فظيع، يعمل اتشنج جامد قوي حوالين الانس، يقول عليه بروريتس اناي، يعني اتشنج اراوند ذا انس ويبقى فيري ديستريسنج للعيان. المشكله الثانيه بينشط تكوين الانر بوليباي، يعني تلاقي بدا كده حوالين الانس يطلع شويه زوايد كده.
المشكله الثالثه ودي حاجه كلينيكال بقى اللي فيكم ان شاء الله هنشتغل جراحه، بيعمل ديلي هيلينج اوف ذا اي ريكتال وونز. لو في ليكويد بارافين طلع كده حوالين المنطقه دي، لو انا عامل جراحه في المكان ده الووند صعب قوي ان هو يلم، ودي مشهوره قوي في الجراحين اللي بيعملوا هيموريدكت بيشيلوا البايب بيشيلوا الايوه اللي هي بالعربي عشان اشرحها لك بواسير. ويبقى مشهوره جدا في الناس اللي عندهم عمليه اسمها انال فيشر، واحد عامل شرخ او ناسور زي ما بنسميه بالعربي كده، ده بيخاف يحصل له امساك. لو اديته ليكويد بارافين المشكله ان الليكويد بارافين هيمنع الامساك بس هيعمل مشكله في الووند هيلينج في المكان ده، يبقى دي مشكله مهمه قوي. العيب اللي بعد كده المره الثانيه هو المفروض انه لا يمتص، بس ساعات يمتص منه اجزاء ويروح للليفر فيعمل فورين بودي رياكشن كده في الليفر، ولو وصل لللنج تبقى مشكله، بيعمل اريتيشن جامد قوي في اللنج قد يؤدي الى حاجه بنسميها ليبويد او ليبيد ديمونيا، يعني يحصل شكل من اشكال الالتهاب الرئوي سببها الزيت اللي وصل لللنج. يبقى ده العيوب المشهوره بتاعت الدواء اللي بنسميه الليكويد بارافين. المجموعة الثالثة اللي بنسميها السيرفكتنت، سهلة أو مش كده، سيرفس اكتف أو يسموها ديترجنت أو يسموها أي حاجة، الفكرة زي ما قلنا إن هي بتقلل السيرفس تنشن أوف ذا هارد ستولز فتسمح إن يحصل ووتر بنتريشن ويبدأ الهارد ستولز تتفتت ويبقى سهل التخلص منها. مشكلة المجموعة دي اسم الدواء الحقيقة، هي يعني مجموعة سهلة أوي ما فيهاش كلام. الدواء هو اللي صعب شوية، الدواء ليه اسمين، اسم السهل شوية اسمه الدوكيوزيت صوديوم، الاسم الصعب قوي بقى اسمه داي اوكتايل صوديوم سلفوساكسينيت. الشبه بقى في الام سي كيو، الشبه ان شاء الله. يعني لو سالني عليه في الام سي كيو ان ده دواء ديترجنت يبقى هو الاسم ده. هتعرف تشاور عليه، مش ان شاء الله مش هتضطر انك انت تسمعه يعني. يبقى دي المجموعه اللي بنسميها مجموعه الفيزيكال. كتاب القسم بس مجمعنا كده ايه هما الستول سوفتنرز. ايه الادويه اللي بتعمل سوفت ستولز. احنا عندنا واحد قلنا او اثنين قلناهم دلوقتي اللي هم ليكويد بارافين والدوكيوزيت صوديوم، واحد قلناه من شويه اللي هو الجلسترين سابوزيت، كل دول فكرتهم او من ضمن شغلهم يعملوا لوبريكيشن او سوفتنج اوف ستول. المجموعه الثانيه بقى اللي بنسميها الايريتنت او الكيميكال او ستيمولنت، احنا عرفنا الفكره، انا بدي دواء بيريتيت السنسوري نيرف اندكس في الجلوكوزا فبيحصل وراها ريفلكس بريستنسز وايفاكيويشن. نرجع نقسمهم لمجموعه اسمها مايلد ومجموعه اسمها مودريت. كتاب القسم قبل ما نتكلم عليهم مجمعنا كده عليهم مع بعض. الادويه دي ممكن تعمل اريتيشن جامد شويه فتعمل كونتراكشن زياده عن اللزوم في السموث ماسلز بتاعت الجي اي تي فتعمل كوليكس وداري. ولو نزلت ميه كتير تعمل ديهايدريشن. عشان كده يفضل يحطوا معاها اتروبين. الاتروبين فكرته هنا ان هو هيبقى بالظبط انتي سبازمونك، هو بيعملوا شويه سبازم زياده فيجيبوا مغص ومش عارف ايه، انا احط معاهم اتروبين. العيب الثاني اللي فيهم ان هم بيبقوا اكسكريتد ان بريست ميلك، فتلاقيهم ممكن ياثروا شويه على البيبي في الرضاعه، يعملوا دايريا او يعملوا ديهايدريشن والكلام اللي احنا قلناه ده. العيب الثالث اللي فيهم ان هم بيعملوا بلفيك كونجشن، بيعملوا نوع من الاحتقان في البلفس. في الستات دي مشكله كبيره، لو ديورنج منستريشن هتزود البليدنج، لو during pregnancy هتعمل contraction of the uterus وممكن تؤدي الى abortion. فدي من المشاكل المهمه قوي بتاعت المجموعه اللي يسموها ال بالظبط يسموها عموما الارتنت على بعض كده. هنرجع بقى نقسمهم لمايلد ومودريت. المجموعه المايلد ما فيهاش الا دواء واحد اللي بنسميه الكاستر اويل اللي احنا بنقول عليه بالعربي زيت الخروع، ده عباره عن بلانت اويل بس فيكسد. انت عارف البلانت اويلز فيها فولاتايل مش كده؟ زي النعناع والحاجات دي، وفيها فيكسد اويل ده نون فولاتايل. اكتر سؤال بيتسال هنا بقى هو الدواء ده بيشتغل في الانتستين ازاي؟ بيجي له اللايبيز من البايل ويتحول الكاستر اويل لحاجه بنسميها جليسرين مش مهم قوي، وحاجه بنسميها ريسين اوليك اسيد. ريسين اوليك اسيد هو ده اللي بيعمل كيميكال اريتيشن اوف ذا ميكوزا. يعني الفكره كلها ايه؟ ان لازم يكون في بايل. فدايما السؤال اللي بيجي ايه هو البرجاتيف اللي محتاج وجود البايل، او ايه البرجاتيف اللي ما يشتغلش لو في اوبستراكتيف جوردس، مش كده؟ لو عندي مشكله اوبستراكتيف جوردس البايل مش واصل فما عنديش لايبيز فمش قادر احول الدواء ده للماده الفعاله اللي بنسميها ريسين اوليك اسيد، وبالتالي فقد شغله از كيميكال او ايريتنت بيرجاتيف. يعني ده انا حضرتك
ممكن طبعا نوع نظريا نسميه برودكت صح. خلي بالك ان الدواء ده هو والمجموعه بتاعت البلك دي اللي بيشتغلوا بسرعه، الباقي كله بيشتغل متاخر، عشان كده هو والبلك بتاخده الصبح. لكن لو بنتكلم على ليكويد بارافين او على دوكيوزيت صوديوم او مش عارف ايه، كل ده يتاخد متاخر عشان بيشتغل بالليل، يعني عشان شغله متاخر، لكن ده بيشتغل بسرعه. يبقى ده بالنسبه للمايل فيرجاتيف. المجموعه المودريت خلي بالك فيها ثلاث اسامي، فيها مركبات اسمها مجموعه الانثراسين ديريفاتيفز، معلش الاسامي انا عارف سخيفه شويه، وفي دواء اسمه فينولفتالين، وفي دواء ثالث اسمه البيس اكودايت. الثلاثه دول يتحطوا تحت عنوان المودريت ايريتانت بيريتيفز. اول مجموعه فيها اسمها الانثراسين، فكرتها ان انا طبعا هي مكتوب اكزامبلز في الكتاب ومكتوب جنبها الترجمه، يعني هتفرق قوي. الالوي او الالوي او زي ما تحب تنطقه، ده يسموه بالعربي الصبار او الصبر. وفي حاجه اسمها السنه اسمها بالعربي كده اسمها السنابيكي، وفي حاجه اسمها التذكره اسمها بالعربي تذكره اسمها كده. يعني تروح للعطار تقول عايز شويه سنه، عايز شويه صبار، عايز شويه سيراميكي، عايز شويه بتاع ايه، ده كله ده شغل عطار يعني. الفكره اللي فيهم كلهم لما بيتاخدوا اورال ويوصلوا للارج انتستن بيديك مادتين، ماده اسمها الايمودين، ايمودين، وماده اسمها كرايزوفاليك اسيد. الماده دي بتمتص من الانتستن وترجع تاني تبقى اكسكريتد في الانتستن، ما فرقتش كتير. بس هي لما تمتص وترجع للانتستن شويه منهم هيوصلوا مع البريست ميلك اللي احنا قلناها من شويه، كلهم دي افكت السايكليك انفن، وشويه منهم هينزلوا في اليورين. لكن القيمه بتاعتهم ان هم هيرجعوا تاني يحصل لهم اكسكريشن انتو ذا لارج انتستن فيعملوا الاريتيشن، بالذات بقى الماده اللي اسمها كرايزوفانيك اسيد دي والايمودين يعمل اريتيشن للجي اي دي ميكوزا فيعمل ريفلكس بريستاسيس. كتاب القسم مركز على طبعا هم قلت لك كلهم بقى بيشتغلوا متاخر عشان كده يتاخدوا بالليل. كتاب القسم مركز على العيوب، احنا قلنا شويه عيوب في الاول مش كده، بيعملوا كوليس وبيعملوا دارية وبيعملوا ديهايدريشن، حط معاهم اتروبين، بينزلوا مع البريست ميلك، خلي بالك في السايكليك انفنت، ومشكله ان هم عملوا بيلفيك كونجشن في الحوامل وفي المنستريشن. كتاب القسم كاتب تقريبا نفس العيوب بتاعتهم، لكن كاتب ان هم لما بينزلوا في اليورين يخلوا اليورين ليه ريد كلر، يعملوا ريد ديسكلريشن اوف يورين، بس بشرط يكون اليورين الكلين. دي حاجه عاديه ولا حاجه مش عاديه؟ يعني اليورين دايما اسيدك شويه اسيدك، كون ان في الكلين يورين يبقى في حاجه بقى مش طبيعيه، يعني في انفكشن، في اي سبب، ساعتها تلاقي لون البول احمر، تبقى تقول للعيان بقى لو لون البول احمر ما تخافش، ده من الدواء اللي انت اخدته بتاع الامساك. ساعات بيعملوا بيجمنتيشن كده في الميكوزا بتاعت اللارج انتستن، ما هياش برضه حاجه خطر قوي. الدواء الثاني اللي اسمه فينولفتالين، الدواء ده نعم كل اللي هو ايه اللي كل ده ريفرسبل ان شاء الله. الدواء الثاني اللي هو الفينولفتالين بيتاخد اورال، بيدوب بقى بالبايل في الانتستن وبيعمل اريتيشن كالعاده بقى على الميوكوس ميمبرين وراه الفليكس بريستنسز. يمكن اكتر حاجه ممكن اتسالها في الفينولفتالين ان هو ليه لونج ديوريشن بسبب الانتيريور هيباتيك سيركوليشن، ده ممكن الجرعه منه تقعد شغاله 3 4 ايام عشان بينزل في البايل ويرجع كله يمتص وينزل تاني وهكذا. بما انه هيشتغل متاخر فلازم يتاخد بالليل. العيوب للمره الاخيره نفس العيوب اللي قلناها، كوليكس وديريا وديهايدريشن وبلبيك كونجستشن ومشاكل السايكلينج بيبي، لكن معاها عيب مشهور قوي، ساعات بيعملوا هيباتيك امبيرمنت، ساعات بيعملوا مشاكل على ليفر، ساعات بيحصل معاه الرجي جامده اتشنج وغيره، وهو دواء كاميلاتيف، يعني الدواء ده لما تاخده يتراكم فممكن يعمل مشاكل كبيره قوي على المدى البعيد. يبقى ده اللي يهمني في الفينولفتالين، هو برضه اللي صبغه لونها احمر فهتلون اليورين اذا كان اليورين الكلاين. اخر دواء اتفضل يا مفيش مشكله خالص. هي فكره عارف زي الديتكشن بتاع الاسيد والبيز لما تحط الليتمس بيبر تحمر وتزرق والكلام ده، هو بيحصل كده يعني كيميكال رياكشن كده بيديك صبغه معينه. يعني معنى هو الكلاين ده اصلا البيشنت كان عنده قبل كده انفكشن غالبا، يعني هو اليورين اذا كان الكلاين فموست بروبلي السبب بيبقى انفكشن، او يكون بقى بالصدفه بياخد مثلا صوديوم بايكربونيت فور اي حاجه عامله له الكلاين، لكن عمرها ما تلون اليورين الاسيدك خالص، عمرها ما تعمل ديسكفريشن اوف نورمال يورين. الدواء اللي بعد كده اللي بنسميه البيس اكودايل، البيس اكودايل ده شبه الفينولفتالين مشتق منه،
بيعمل كل حاجه شبهه ما عدا الانتيريو هيباتيك سيركيليشن. بس الفرق الوحيد بينهم انه ملوش انتيريو هيباتيك سيركيليشن، ملوش لونج ديوريشن قوي زي الفينول الثانيين. خلصت كده مجموعه المودريت. كتاب القسم كاتب لك بس ان دي يعني انت ناقص اساني، يعني في دواء اسمه صوديوم بيكو سلفيت. صوديوم بيكو سلفيت ده مشتق برضه من البيس اكولاي، بيتاخد اورال او بيتاخد على شكل ريكتال سبوزيتوري، وبرضه بيعمل نفس فكره الاريتيشن والاستيميليشن اوف كريستالسيس. خلصنا بقى كده الحته اللي بايخه دي في الموضوع. عايز اسال بقى، هو الانسان الفايبرز اللي استعملهم فيه؟ يعني مين العيان اللي محتاج ان انا اعمل له ايفاكيويشن او تاني تيست؟ نمره واحد اللي عنده كونستيبيشن، صح. نمره اثنين، صح، بري اوبرتيف او بيفور راديولوجي او بيفور اندوسكوبي، اي حاجه محتاج فيها نظافه يعني، مش كده؟ فلازم اعمل الكلام ده عشان افضي الكون. نمره ثلاثه ثواني، اللي عنده هيلمنتيك انفكشن، اللي عنده تينيا ومش عارف صوديوم وتينيا سيزيناتا والحاجات اللطيفه بتاع زمان دي، انت بتدي له البرجاتيفز قبلها وبعدها. تديها له قبلها عشان ايه؟ تجمعهم بقى كده مع بعض، وتديها له بعدها عشان تطردهم بعد، او يعني تتاكد ان كل الهيلمنتيز ار اكسبلت. الاستعمال اللي بعد كده اللي هو في علاج الدراج بويزنج او الفود بويزنج، صح؟ وكان عندنا مثلا مشهور قوي لو فاكرين المورفين بويزنج. كان مكتوب فيه كده، كان مكتوب فيه مغنيسيوم سلفيت، مش كده؟ كنت بدي بوتاسيوم برمنجانيت وبدي تشاركول وبدي ده المغنيسيوم سلفيت عشان انا عارف ان المورفين بيعمل كونستيبيشن والعيان ده عنده مشكله، فلازم اطلب المورفين واعالج الكونستيبيشن بالمره. ده بالنسبه للاستعمالات المهمه. في استعمال اللي هو يعني عشان امنع بيه السترينج. انتوا عارفين السترينج مش كده؟ طيب السترينج ده اللي انتوا عارفينه اكيد، مش كده؟ اصل كلمه سخيفه والله قوي، انا كل مره ببقى يعني محرج قوي بقول لك كده، العيان مش عايزين يحزن، مش كده؟ عشان كده ما بقولهاش. العيان اللي بنخاف عليه من السترينج ده، العيان اللي عامل اوبريشنز في العين او في السي ان اس، او العيان اللي عنده مثلا حاجه زي الهرنيا، مش كده؟ وخايفين ان مع السترينج يحصل سترينجليشن، فبديله حاجات تمنع الامساك عشان مع الامساك بيحصل سترينج وانا خايف منه. يبقى دي بالنسبه لنا كده الكومن يوزز بتاعت مجموعه الانتستينال ايفاكونس. التايبس اوف انما افتكرناها، مش كده؟ في الريتنشن اللي هي علاج، في الايفاكونس بتاعت النهارده الايفاكونس اللي انا بفضي الريكتم من الستولز، واتفقنا بقى لارج فوليوم وهاي هيد بريشر، وحاجه تبقى شويه ايريتنت زي الكاموميل اللي هو الصابون، الماده اللي بيبقى موجوده في الصابون دي اسمها الكاموميل. المجموعه الثانيه اللي بيسموها التنشن انما اللي انا بعالج بيها بقى، في امثله كتير قوي هتلاقي كتاب كاتب لك. طبعا هي بتبقى سمول فوليوم ومش لازم اندر هاي هيد بريشر، بالعكس انا مش عايزها تعمل ستريتش وتفضى، انا عايزها تبقى ريتين في الريكتم عشان تمتص. بنستعمل محاليل بالذات في الاطفال لو مش عارف ادي انتروفينس فلويدز، بندي جلوكوز مثلا عن طريق ريكتال انما. بندي دواء مشهور جدا اسمه الكورتيكوستيرويدز في علاج الالسرتيف كولايتس، فاكرينه؟ الناس اللي عندها انفلاماتري باول سيندروم محتاجين انتي انفلاماتري ومحتاجين اميون سبريسيف، الكورتيزون حلو قوي. بس بحاول اديه على شكل ريتنشن انما عشان يشتغل الى حد ما على المكان اللي فيه انفلاميشن. بندي ده اسمه الثايوبنتون، هنسمعه ان شاء الله قريب قوي في السي ان اس. ده تبع مجموعه اسمها الباربيتريتس، بنديه نعمل بيه اناثيزيا، يقول عليه بيزل اناثيزيا، يعني مستوى معين كده من التخدير. لو عايز ازود التخدير بدي ادويه ثانيه معاهم، عايز بس الدواء لوحده يشتغل، ده يقول عليه بيزل ليفل اوف اناثيزيا. بندي ساعات المغنيسيوم سلفيت اللي قلنا عليه من شويه عشان اعمل بيه هايدريتنج ايجنتس في الناس اللي عندهم اكيوت اليفيشن في انتجريتد بريشر او غيره. الصبغه بتاعت الاكس راي لما بدي باريوم او بدي اي صبغه بديها عشان تفضل موجوده جوه الريكتم والكولون عشان اعمل دايجنوزس لحاجه. الادويه بتاعت البارازيتيك انفكشن ساعات بيتاخدوا على شكل ريكتال انيما، يبقى دي بقى كلها تبع مجموعه الريتنشن انيما. خلصنا كده بقى من الانتستانال ايفاكوينتس، خلصت الكلام ده كله هيتقال ان شاء الله عشان الام سي كيو. الجزء الثاني بقى اللي هو تريتمنت اوف دايريا، زي ما قلت لك فيري امبورتنت في الاورال، يعني ما تستهترش بالحاجات الصغيره دي في الشفوي، تلاقي نفسك مش عارف تجاوب واعمل بقى الدكتور بقى يتريق عليك، وانا هتعالج لما تتخرج، ده انت هتروح تشتغل في وحده صحيه ما فيهاش الانسان، يعني هيبقى بقى ايه بيستفك يعني. فخلينا في الامان كده نقرا تريتمنت اوف دايريا، كلام سهل قوي. في عندنا حاجتين كبار بعالج بيهم الدايريا، حاجه اسمها سبيسيفيك تريتمنت او كوزال تريتمنت. يعني انا جالي دايريا بسبب
بكتيريا مشهوره قوي الباسيلري ديزنتري كلكم عارفينها، بنعالجها بمجموعه ادويه اسمها الكينيرونز زي سيبروفلوكساسين. عندنا الاميبيك ديزنتري بنعالجه بدواء مشهور انتي اميبيك اسمه الميترينيدازول اللي هو الفلاجيل. يبقى انا بعالج السبب بتاع الدياريا. مشكلتي ايه في الدياريا؟ صح مشكلتي مش الوجع وان انا اروح حمام كتير، ولا المشكله الاخطر من كده ان غالبا بيبقى فيه توكسن، والتوكسن ده عامل اريتيشن على الميكوزا بتاعت الجي اي تي، فتبدا الميكوزا يعني تقول لك بتبور بتصب جوه اليومن بتاع الانتستين كميات كبيره قوي من الفلويدز والالكترولايتس، فيحصل ثلاث مشاكل، يحصل ديهايدريشن ويحصل الكترولايت امبالانس، وساعات بيحصل حتى اسيد بيز ديستربنس، تفقد كميات كبيره شويه ممكن من البايكربونات وغيره، فممكن يدخلها في اسيد بيز ديستربنس. فده هدفي من علاج الدياريا. انا ما تفرقش معايا قوي ان الستولز ما هياش ويل فورمد، ما تفرقش معايا شويه المغص والكلام ده. عشان كده في علاج بقى اللي هو يقول عليه نون سبيسيفيك تريتمنت، اهم حاجه في الاطفال تعملها بالذات هو كوركشن اوف ديهايدريشن، انك انت تصلح مشكله الجفاف او الالكترولايت او الاسيد بيز ديستربنس. كلكم عارفين بنعملها طبعا ازاي مش كده؟ حاجه اسمها ريهايدريشن ثيرابي، محلول معالجه الجفاف. المحلول ده بيتاخد يا اما اورال، بيسموه اورال ريهايدريشن ثيرابي في الحالات المايلد او مودريت ديهايدريشن، يا اما بيتاخد بارنترال انترافينس. ما اعتقدش ان المهم قوي مكوناته، لكن ممكن تبقى تقراها ان شاء الله برضه قبل الشفوي. هو بيبقى عباره عن صوديوم كلورايد وبوتاسيوم كلورايد وحاجه اسمها صوديوم سيتريت ومعاه جلوكوز. وبرده كتاب القسم ما اعرفش ليه يعني حسيت ان احنا بنعالج يعني دلوقتي حالا الاطفال اللي عندهم ديهايدريشن، فاداني معلومه الجلوكوز هنا مش بس نيوتريشن. الجلوكوز الهدف الاساسي منه ان هو يسحب الصوديوم معاه هو داخل. يعني لا لما بدي جلوكوز كده الجلوكوز يروح عامل ابزوربشن للصوديوم، فتبدا الفلويد اللي موجوده جوه الانتستنت تقل، الصوديوم يسحب الميه معاه طبعا مش كده؟ فده فكره الجلوكوز اللي بيتاخد في محلول الجفاف. غير بقى ان احنا بنعمل كوركشن للالكترولايتس والفلويدز والكلام ده، في عندنا حاجه اسمها الجي اي تي بروتكتيفز. انا عايز اعمل ايه؟ جي اي تي بروتكتيفز عايز بروتكت الميوكس ميمبرين اوف ذا انتستين من التوكسيك افكت بتاع التوكسين اللي جاي من فيروس او بكتيريا او غيره مش كده؟ اقدر اعملها ازاي بقى؟ اقدر استعمل حاجه اسمها ادزوربنت. سمعناها كتير مش كده؟ اد بالدي اي دي معناها ان انا هدي ماده تشيل التوكسين عليها وتنزلها مع الستولز. اشهر حاجه ادزوربنتس معناها كان شاركول صح؟ الفحم الاكتيفيتد شاركول. لكن كتاب القسم كاتب صح، كاتب حاجه اسمها الكاولين، ماده اسمها الكاولين بالعربي. كاتب حاجه اسمها البيزماث وكاتب حاجه اسمها التشوك. التشوك اللي هو طباشير. في انواع الاسهال بتاع الاطفال كده لو تبص عليها سسبنشن كده تلاقي البودره بتاعتها بالظبط زي الطباشير. الفكره يبقى بالظبط الفكره كلها ان دي بيعمل ادزوربشن اوف توكسين. في حاجه ثانيه اسمها اب زوربنت. اب اي بي هو مقصود بيها ايه؟ ان الدواء اللي هاخده هيأبزورب التوكسين بدل ما يشيله على السطح هو هيدخله جوه وينزله في السموث. نفس الفكره بس بدل ما كان اد على السيرفس بقى اب. الادزوربنت اشهرها ماده اسمها البيكتين. بيكتين ودي موجوده كتير قوي في التفاح والكمثرى والجزر والكلام ده، عشان كده مشهور قوي. يعني بدل يعني هو نفسه بياتراكت يعني ادي مثلا الدواء هو عباره عن حاجه زي سسبنشن او فلويد، التوكسين بيدخل جوه كده. التوكسين بيبقى انكلوزد بالظبط، بيبقى انكلوزد جوه البارتكلز بتاعت الدواء. عشان كده دايما الامهات يعني اللي عندهم فكره في تربيه الاطفال كده دايما التفاح والكمثرى والجزر المبشور والحاجات دي مهمه جدا في علاج الدياريا عشان هي تعمل حته الابزوربشن. الحل الاخير بقى اعمل بريسيبيتيشن اوف بروتينز على سطح الميكوزا دي. اسمها ايه اللي بيعمل كده؟ الدواء اللي بيرسب السيرفس بروتين يقول عليه استرينجنت مش كده؟ استرينجنت اشهرهم التانيك اسيد. فممكن قوي شويه شاي شويه اي حاجه هو كتاب القسم كاتب حاجه اسمها تينكشر كاتيكوم. انا ما اعرفش ايه بالعربي بصراحه. تينكشر دي انا عارفها معناها ماده جايه من بلانت اوريجن وبتتغلي او بتتصنع عن طريق ان انا انقعها في كحولي. ده بيريليز تانيك اسيد، والتانيك اسيد هو اشهر حاجه تعمل الاسترينجنت اكشن ده. فتقوم توقف البورينج. يعني انا مشكلتي دلوقتي بدا التوكسين حتى لو موجود مش قادر يعمل اريتيشن على الميكوس ميمبرين، فمفيش احتمال ان انا افقد سوائل الالكترولايتس والكلام ده. يبقى دي المجموعه الثانيه اللي يسموها جي اي تي بروتكتيفز. اخر مجموعه بقى في علاج الدياريا
بيسموها الانتي موتيليتي. الانتي موتيليتي هتبقى غالبا مطلوبه لان غالبا الدايريا معاها كوليكس مش كده؟ يعني عندي مشكله التون زياده في السموث مصر. عندنا مجموعتين بقى كلكم عارفينهم، مجموعه الاتروبين واخواته اللي هم الباراسيمباثوليتكس او الانتي ماسكارينيك دراجز. بستعمل الاتروبين، لكن الافضل منه مجموعه ذكرناها زمان في الاوتوميك اسمها انتي سبازموديك اتروبين سبستيتيوتس. كان فيها بروبانثيلين وكان فيها دواء اسمه هيوسين بيوتايل برومايد واسامي كده غريبه كلها بتاعت المغص. الحل الثاني ان انا ادي اوبيتس، ان انا ادي دواء من مجموعه الاوبيويدز يشتغل على اليو ريسبتورز غالبا بتاعت الجي اي تي فيعمل سباز، قلل شويه الموتيليتي، يقلل الموتيليتي بتاعت الجي اي تي. ينفع مورفين وكولاين والكلام ده عشان سنتر اكشن. فبستعمل الادويه بتاعت اللي قلناها مع المورفين اللي هم لوبرامايد ودايفينوكسيليت مش كده؟ الاثنين دول كانك اديت اوبيتس بس ما وصلوش للبرين. وقلنا وقتها اللوبرامايد ما بيوصلش خالص، الدايفينوكسيليت ممكن يوصل ويعمل شويه ناركوزس. ولو فينا حد فاكر الدايفينوكسيليت ده كان بيبقى موجود مع اتروبين في دواء اسمه لوموتيل، وكان مشكله الاتروبين ممكن يعمل فلاش في الاطفال. فكان دايما الدواء ده ليه عيبين، الناركوز بسبب المورفين اللي وصل او الدواء اللي شبه المورفين يعني، والمشكله بتاعت الفلاش. يبقى ده بالنسبه للتريتمنت بتاع الدايريه. برضه ما اعرفش ليه تريتمنت الالسرتيف كولايتس، بس هنقوله كده بسرعه. هو الانفلاماتوري باول ديزيز احنا عندنا مشكله هنا غالبا اوتو اميون، بيحصل انفلاميشن جامد قوي في الميوكس ميمبرين بتاع كلكم عارفين اكيد في الباثولوجي مش كده؟ فبيحصل لوس اوف فلويدز والكترولايتس وبلاد، عشان كده ساعات بيحصل معاه انيميا جامده. هنصلح بقى الديهايدريشن والالكترولايتس والبلاد والكلام ده. الادويه اللي موجوده مهمه قوي في علاج الالسرتيف كولايتس احنا قلنا من شويه الاستيرويدز صح؟ ممكن تديهم اورال، ممكن تديهم انترافينس يعني سيستميك، لكن يفضل بقى انها تتاخد على شكل ريتنشن. المجموعه الثانيه دواء سمعناه امبارح تقريبا مع الاسبرين، دواء كان من مجموعه الساليسيليت بريباريشنز، كان اسمه سلفا سالازين او ساعات يقول عليه سلازو بايرين. سلفا سالازين او سلازو بايرين هو عباره عن كومباينيشن ما بين سلفا اسمها سلفا بايريدين وما بين مركب مهم قوي اسمه 5 امينو ساليسيليك اسيد. هو ده اللي يهمك. الدواء ده لما يوصل للكولون بيتفك بالمركبين، السلفا بيمتص ويعمل مشاكل ويفضل في الكولون ال 5 امينو ساليسيليك اسيد. اشتغل ازاي بقى؟ بيقفل ريسبتور اسمه ليكوترايين بي 4 اللي هو غالبا الانفلاماتوري ميديتور المهم قوي في الالسرتيف كولايتس. احسن منه بقى الدوائين اللي جايين، دواء اسمه مي سلازين ودواء اسمه اول سلازين. شالوا السلفا، شالوا السلفوناميد اللي هو السلفا بايريدين ده، وخلوا الفايف امينو ساليسيليك اسيد لوحده، فتجنبنا كل عيوب السلفوناميدز اللي كانت موجوده زمان. المي سلازين عباره عن 1 موليكيول من الفايف امينو ساليسيليك اسيد، الاول سلازين اثنين مع بعض يعني مركب فيه 2 موليكيولز اوف 5 امينو ساليسيليك. علاج الكوليكس كلكم عارفين ازاي نعالج مغص مش كده؟ بنستعمل باراسيمباثوليتكس الاتروبين واخواته، بروبانثيلين والهيوسين بيوتايل برومايد وكل المجموعه دي. وبنستعمل حاجه اسمها دايركت سبازموليتك، اعرفهم عشان الام سي كيو. انا بصيت في الاسئله بتاعت الام سي كيو لقيت في سؤال او اثنين كده على الدايركت سبازموليتك. هو عايز يقول لي دايركت يعني ايه؟ يعني ايه الفرق بين الباراسيمباثوليتكس وبين الدايركت سبازموليتكس؟ صح، الباراسيمباثوليتيك بيشتغل باي بلوكينج الماسكرينيك، لكن الدايركت لا. هو طبعا ما عادش في حاجه في الطب اسمها دايركت، يعني هما ليهم بعضهم ليه ميكانيزم معروف، لكن هو مقصود بيهم ان هما ما لهمش علاقه بالماسكرينيك. طبعا اشهر واحد فيهم اللي هو الفولاتايل اويلز البيبرمنت النعناع بقى والحاجات الكرويه واليانسون والكلام ده كله. في دواء يمكن سمعناه في الجزء بتاع المورفين اسمه بابافيرين، فاكرين المشكله؟ كان واحد من الاوبيوم الكرويدز اللي مش فلانثرين، كان اسمهم بنزايل ايزوكيلورين، ما لهمش علاقه بالسي ام اس. في دواء جاي من بلانت اوريجن اسمه خلين، اسمه غريب شويه بس هو عشان جاي من نبات اسمه خلين اللي مكتوب عندنا في الكتاب ده. دول كلهم استخدموا كدايركت سبازموليتك. اللي تحته خط ده موجود في الام سي كيو كتير قوي، دواء اسمه ميبيفرين. ميبيفرين ده بيشتغل كسبازموليتك وداوت بلوكينج اوف ذا ماسكرينيك ريسبتورز، فيتقال عليه دايركت. ازاي نعالج بقى المغص بتاع المراره؟
ينفع مورفين؟ مورفين هيعالج البين بس هيعمل سيبك من حكايه تنسيق الناس حتى هو نفسه في المغص مش مريح هيعمل بالظبط كده سبازم في الجول بلادر والسبازم في الدكت بتاعها والسفنكتر فيعني يعني ما يحلش المشكله كان الحل ايه ساعتها؟ يا اما احط معاه اتروبين يستعمل دواء منه فيه دواء هو نفسه ليه اتروبين لايك اكشن اللي هو بيبرين بيدوا ساعات في المغص المراره الجامد ده بيدوا نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز بيدوا بالذات الديكلوفيناك اللي هو الفولترين او الكاتفلام انترا ماسكولار ده مهم قوي في علاج البيليري كولي الباقي بقى ملغى ان شاء الله في المحاضرات ما عندناش بقى السالاجوجز والانتي سالاجوجز والكولاجوج والكلام الظريف بس ما تشطبش الاخر الصفحه قوي نعم دكتور انا من اول الكولاجوج لغايه اخر الصفحه الاول الكولاجوج صح كده طيب انا اقول لك بس نصيحه خلي الهيبات توكسيك دراجز دي اقراها قبل الشكوى بس لان في حد من اساتذتنا ان شاء الله يعني ربنا يهداك على اللجنه دي يعني ممكن تحصل هيسالك ممكن يعني انت تتسهل بلسانك كده وتقول له في ده مثلا بيعمل كوليستاتيك هيباتايتس تبقى قاعده بقى ومين تاني بيعمل وايه انواع الادويه اللي بتعمل على الليفر والهيباتوسيلولر ومش عارف فاكرين امبارح الفرس التمر؟ اه كان ايه؟ كان الهيباتو توكسيك امتى؟ الجرعات الكبيره اللي هي اكتر من 10 جرام و4 جرام او اللي احنا قلناه زياده بقى ان يكون الانترفالز قصيره وكان سبب المركب الاسمه ده كيوب ده بيعمل حاجه اسمها سنتري لوبيولار نيكروزس بيبوظ بيعمل نيكروزس في السنتر بتاع النيول اوف ده فده موجود يعني ده من التجميعات ان شاء الله اللي نعرفها في الجزء بتاع الاورال يعني طيب خلصنا كده بقى من على بقى ان شاء الله نراجع كده ونشوف الادويه المهمه والاسئله المهمه بتاعت ال الجي اي ده هو بقى